في سلسلة حواراتنا اللي بنعملها مع نجوم مصر ونجوم التدريب، النهاردة مع واحد من أشهر لاعبي مصر المحترفين، مسيرة حافلة مع أندية كبرى، واحد من هدافي مصر المعدودين، مدرب ناجح بيعشقه جمهور الإسماعيلي بالرغم من الفترة القصيرة اللي قضاها في تدريب نادي الإسماعيلي. مين فينا ما يتمناش إن ميدو النهاردة يرجع تاني نادي الإسماعيلي؟ النهاردة معانا العالمي كابتن احمد حسين.